الآن حنتكلم عن أدوار المشرفين واللجان ومسؤولياتهم. مشرف المشروع، يمكن لما كنت أتكلم عن النماذج ذكرت مشرف المشروع أكثر من مرة. من هو مشرف المشروع؟ وما المقصود بمشرف المشروع؟ مشرف المشروع قد يكون المعلم أو أحد الوالدين أو الأقارب، أو قد يكون أستاذ جامعي. دور مشرف المشروع أن يتأكد من أن المشارك على علم بضوابط وتعليمات أولمبياد إبداع، مدرك لكافة المخاطر المحتملة للمشروع ويناقشها مع المشارك، ملتزم بتطبيق الأخلاقيات العلمية للمشروع ولضوابطه وتعليمات عرضه. فبالتالي المشرف مفروض أنه يساعدنا، مفروض أنه يكون عارف جميع أخلاقيات البحث العلمي وطريقة المشاركة وتعليمات العرض. فهذا يعني دور المشرف، أنه كمان يساعد الطالب أنه يمر بهذه المرحلة العلمية التعليمية بطريقة صحيحة، يقوم بتعبئة كافة النماذج المطلوبة منه، يساعد المشارك أو الباحث في تعبئة النماذج ويتأكد من صحة ودقة التواريخ المكتوبة. هذا دور مشرف المشروع، هو مساعد للطالب في هذه الرحلة العلمية. المشرف الأكاديمي الآن، في مشرف للمشروع وفي المشرف الأكاديمي. من هو المشرف الأكاديمي؟ هو شخص حاصل على الدكتوراه في مجال المشروع أو درجة الماجستير بخبرة طويلة. غالباً الطالب يحتاج مشرف أكاديمي إذا صار البحث في جهة بحث معتمدة. يعني إذا بحث الطالب مثلاً تم في مدرسة، قد يحتاج إلى اللي قلنا عليه أول، اللي هو مشرف للمشروع. ولكن إذا تم البحث في مركز أبحاث، يحتاج إلى مشرف أكاديمي. دور المشرف الأكاديمي مراجعة خطة المشروع واعتمادها قبل البدء بإجراء التجارب. ما هي المشاريع التي تتطلب وجود مشرف أكاديمي متخصص؟ هي مشاريع التي تتم على الحيوانات الفقارية، مثل ما ذكرنا، بعض المشاريع التي ترتبط بالعناصر البشرية، مشاريع المواد الكيميائية والأنشطة والأجهزة الخطرة، استخدام كائنات حية دقيقة أو حمض نووي معدل أو حمض نووي بشكل عام، أو أنسجة حية، سوائل جسم، دم. كل هذه التجارب لابد من وجود مشرف أكاديمي، أو أي مشروع تم في جهة بحث معتمدة. مثل ما ذكرنا، الطالب ما يقدر يدخل جهة بحث معتمدة بدون وجود مشرف أكاديمي معه، لكن المشرف الأكاديمي لازم يعبي النموذج الخاص فيه، ولازم يكون على تواصل معنا لو احتجنا أي سؤال نعرف فيه طريقة إجراء التجارب، أو نحتاج استفسارات زيادة، لازم يكون عندنا معلومات وطريقة التواصل، ولازم نعرف المسمى الوظيفي ودرجة التدريب والتخصص في مشروع الطالب. الآن نجي للجنة مراجعة مشاريع العناصر البشرية، اللي هي الـ IRB. هي تهدف لتقييم المشاريع العلمية والتأكد من توافقها مع اشتراطات نظام أخلاقيات البحوث العلمية العالمي. من خلال، لابد أن تراجع الجوانب المرتبطة بمشاريع العناصر البشرية إذا وجد قبل البدء بها. مثل ما ذكرت لكم، أي طالب أو باحث حاب يشتغل على عناصر بشرية لابد أن يحصل على موافقة الـ IRB. الاطلاع على ضوابط وتعليمات أولمبياد إبداع المرتبطة بمشاريع العناصر البشرية، التأكد من أن المشارك سيطبق الأخلاقيات العلمية له وللمتطوعين المشاركين. دور اللجنة العلمية أو لجنة أخلاقيات البحث العلمي هي التأكد أن البحث تم بطريقة علمية صحيحة، الجميع لا يوجد عليه أي خطورة، والجميع له حقوقه، سواء الباحث أو المشارك أو المشرف على هذا المشروع. لابد من الاطلاع على خطة المشروع للمشارك ومراجعتها قبل البدء به، الاطلاع على الاستبيانات، استطلاعات الرأي التي سوف تستخدم في هذا المشروع، تعبئة الخانة المخصصة في نموذج العناصر البشرية. إذا تتذكرون نموذج العناصر البشرية رقم 4، كان فيه 3 توقيعات لازم نحصل عليها من لجنة الـ IRB اللي تمت في المدرسة مثلا، أو تشكلت في المدرسة، فبالتالي نحتاج موافقتهم المسبقة. أوقات نحتاج موافقة الـ SRC من موهبة، فبالتالي لها خانة لابد أن يتم توقيعها للتأكيد أن البحث تم بطريقة علمية صحيحة. الآن جينا إلى لجنة مراجعة البحث العلمي اللي هي الـ SRC في موهبة، أو اللي تسمى اللجنة العلمية.
هي لجنة تقيم مدى تطبيق الأبحاث المشاركة لجميع ضوابط وأخلاقيات البحث العلمي ومتطلبات السلامة والمتطلبات القانونية واكتمال النماذج المطلوبة باتباع التالي: مراجعة بعض المشاريع قبل البدء بالتجارب العلمية. غالباً هذه المشاريع الطالب هو اللي بيسألنا، أو الطالب حاب يتأكد أنه بحثه سوف يتم بطريقة علمية صحيحة. بعض المشاريع مثل المشاريع التي تستخدم العناصر البشرية أو المشاريع التي تستخدم العناصر الحيوية لا بد من موافقة لجنة مراجعة البحث العلمي الـ SRC، فبالتالي هنا يجي دورها لما توافق على بعض المشاريع. ولكن جميع المشاريع سوف تعتمد وسوف تراجع من لجنة مراجعة البحث العلمي قبل المشاركة في التصفية النهائية وقبل المشاركة العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية.